لمعضلة التعليم مؤخرا وتأثر البالغ بأن يكون هذا اللقاء وبأن نلتقي بعد جهد جهيد ومساعي مشتركة طويلة وصبر وربما أن في كل ذلك ضمان بالنسبة للمستقبل من أجل أن نضمن فعلا نجاح هذه المبادرة والشروط الموضوعية والذاتية من أجل أن تتطور وتنضج وتكبر وتشرك فعاليات وطاقات وقوى أخرى من وسط المجتمع بما يساهم في تطوير بلادنا على جميع المستويات. كان من المفروض أعتقد أنه بالإمكان أن أقوم بذلك وفكر مدير مقر الحزب في الإتيان بهذه الوثائق. كان من المفروض أن تستند إلى بعض الوثائق التاريخية وكنت أقوم بصحبة الرفيق عبد الرحيم بن نصر في الأيام الأخيرة بعملي حول أرشيف الحزب والأخ إدريس الشكر في زيارته الكريمة مؤخرا إلى مقرنا وكما قال لوسائل الإعلام ربما بدل لو أنكم تجعلونا نحلم مرة نظرنا وعندنا. وقلت لمهدي الزوالي مؤخرا أنه في إطار العمل المشترك عليكم أن تفكروا في نفق للمرور مباشرة من هذا المقر إلى ذاك. فأريد فقط أن أريكم بعض الوثائق التاريخية التي تعود إلى بداية الستينيات عند طبعا نشأة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الشيوعي المغربي آنذاك، وهي رسائل موجهة كما ستلاحظون إلى الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الدار البيضاء. بوحدة بتاريخ 64 أخرى بتاريخ 65 وكلها وثائق التكسيلو ديال ديك الوقت طبعا وكلها وثائق. بالطبع هذه الوثائق ستلاحظون انه فيها لا انكات لا والو لان ظروف سريه انذاك، وكلها وثائق تؤكد على مسعى وهو وحده الصف بين الحزبين والسعي الى تشكيل مقاربة مشتركة للدفاع عن قضايا الوطن وللدفاع عن قضايا الديمقراطية وللدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية والحريات وغير ذلك من الشعارات والمبادئ التي كان للقوى التقدمية أساسا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك والحزب الشيوعي وبعد ذلك الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم الاشتراكي كان لهم الفضل في حملها الى يومنا ومن ثم اريد ان اقول لكم بانما هذه السعاده الشخصيه هي سعاده جماعيه في الواقع، لانني ارى من خلال الوجوه الحاضره ومن خلال كل الخطوات التي سبقت ارى عمق هذا الأمل الذي كان موجودا في صفوف الحزبين
من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة بالنظر لعدة اعتبارات، اعتبارات تاريخية ومنطلقات تاريخية مشتركة، لكن أيضا اعتبارات مرتبطة بواقع اليوم. وربما أن واقع اليوم يحتم علينا أن نقوم بهذه الخطوة، وهي خطوة متزنة عميقة. وبالطبع أتوجه بذلك إلى وسائل الإعلام، لأن منذ اللحظات الأولى حتى قبل انعقاد هذا اللقاء بدأ الكلام، هذا التحالف، هذه الوحدة، هذه وحدة الصف، هذه كذا، هذه كما تناقشنا في ذلك مع الأخ إدريس الشقر، هذه خطوة للتنسيق بين الحزبين في كل المجالات، خطوة مفتوحة على الحاضر والمستقبل، خطوة مفتوحة على كل القوى التي تريد أن تشترك معنا، إما موضوعاتيا أو مجاليا أو في فضاء يخص المجتمع المغربي معين، كل حسب اهتماماته وميولاته وطاقاته، على أساس فعلا أن يكون للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولحزب التقدم الاشتراكي دور أساسا في تحريك كل هذه الواجهات، عسى أن تصل إلى مستوى أنضج الذي يمكننا من أن نبلور آنذاك خطوات مفكر فيها رصينة تمكن فعلا من أن يكون لنا وقع على مستوى القرار الوطني في شتى المجالات. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ بدأ النقاش بين إخواننا ورفاقنا في اللجنة المشتركة المحددة، وأعتقد أن هذه اللجنة من دون شك بقرار منا جميعا ستستمر في عملها حتى تكون أداة للتفكير والفعل والاقتراح بالنسبة لكل الخطوات المستقبلية. طبعا ونحن نقوم بذلك تناقشنا في، وسأكون سريع، تناقشنا في أوضاعنا الوطنية، لكن أيضا الأوضاع الدولية، ويصعب أن نعقد هذا اللقاء دون أن نوجه التفاتة مشتركة عميقة قلبية عاطفية من الأعماق إلى إخواننا في فلسطين في غزة، من أجل التعبير عن يعني إدانتنا القوية لجرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني، ومن أجل المناداة إلى وقف إطلاق النار فوري، ومن أجل التعبير أيضا عن دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروع. وهذا فضاء من الفضاءات الذي سنعمل على اشتغالي حوله. نحن نلتقي، هناك تحديات مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، وفي ذلك حقق المغرب كثير من المكتسبات، لكن الملف لا زال مطروحا على مستويات متعددة، ومن ثم الأمر يحتاج إلى بلورة شعار كثيرا ما أكدنا عليه في حزبينا، وهو شعار توطية الجبهة الداخلية على كافة المستويات، ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وسنعمل طبعا من خلال مبادراتنا المختلفة على بلورة ذلك.
وفي المستويات الأخرى ننطلق من كون أن التحديات المطروحة على بلادنا تجد اليوم صعوبة حقيقية في أن تجد من يمكن أن يبلور على أرض الواقع وأن يجد فيها حلول. وبشكل موضوعي أكدنا ونؤكد أمامكم على ضعف هذه الحكومة الحالية في قدرتها على أن تتحمل أعباء هذه المرحلة وأن تكون في المستوى السياسي المطلوب، وهي الحكومة الغائبة سياسيا، الصامتة تواصليا، غير القادرة اجتماعيا على أن تتحدث مع الشعب في مختلف مسائله من أجل طمأنته، كما رأينا ذلك بالنسبة لمعضلة التعليم مؤخرا، ومن حسن الطالع كما هو الشأن بالنسبة لقضايا كثيرة هناك تلاقي وتقارب وتطابق حتى في المواقف التي عبرنا عنها، وهي مواقف مسؤولة تعطي الدليل على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب مكافح لكنه حزب مسؤول، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن وعن قضاياه فتعلمنا أن نكون مطالبين مكافحين لكن مسؤولين. أمير فيما يحياه اليوم من انحرافات ومن عطب ديمقراطي ومن تسلل إلى الفضاء السياسي لممارسات خطيرة انتفاعية انتهازية تملأ اليوم عدد من المؤسسات المنتخبة، ولا يمكن أبدا أن نتفرج كأحزاب تقدمية على تكرار نفس هذا المسلسل في أفق 2026 لأن في ذلك مخاطرة لمؤسسات بلادنا وبقدرة هذه المؤسسات على أن تكون ممثلة فعلا لمطامح شعبنا وأن تحدث المصالحة الضرورية بين الشعب والممارسة الديمقراطية والممارسة السياسية والممارسة الاستخدامية، وعلينا مسؤولية مشتركة من أجل أن نرفع عالية الصوت وأن نقول بأنه نحن في حاجة إلى نفس سياسي جديد، كما أن بلادنا في حاجة إلى معالجة قضايا اقتصادية أساسية موجودة في وثيقة تعتبر وثيقة مشتركة اليوم وساهمنا فيها على غرار أحزاب أخرى، وهي وثيقة النموذج النووي الجديد التي تلاحظون معي بأنها غيبت الآن من النقاش العمومي وبأنها لم تعد من المرجعيات الأساس لهذه الحكومة في وقت جعلت منها يا السيد الرئيس بتصريحها الحكومي أمام البرلمان مرجع أساسي من المرجعين التي تدعي هذه الحكومة أنها تريد بلورتهما على صعيد عملها، أي النموذج النووي الجديد وهو الآن وضع على الهامش وما يسمونه، وفي ذلك سرقة موصوفة، الدولة الاجتماعية، وهو شعار لا علاقة لهم به ولا بأسسه، وهو ما دفعنا عليه دائما في أحزابنا، وذلك مسألة مرتبطة بنا أساسا وبقدرتنا على أن نؤثر. جميل أن يتم الاستناد إلى ذلك لأن في نهاية المطاف ذلك يعني
بانما قمنا به لمده عقود. يحتل اليوم الصداره على الاقل على مستوى التصريحات في السياسات العموميه، بمعنى ان هناك ليس الاصطفاف في مرجعيه هي مرجعيه هذه الاحزاب الفعليه، بل هناك تغطيه لما يقومون به بشعار هو في العمق شعار. وعلينا طبعا ان نهتم ايضا بالشان الاجتماعي بما يعيشه ويعرفه من مآسي كثيره ومتعدده، لن ادخل في الحديث مطولا بشأنها، فقط اريد ان اؤكد وان اوجه نداء. هناك اوراش اساسيه كبيره اليوم في هذه الساحه، وهي اوراش لا يمكننا الا ان نساندها، سواء تعلق الامر بالتغطيه الصحيه والاجتماعيه، او تعلق الامر بالدعم المباشر، او تعلق الامر بدعم السكن او غير ذلك، كل ذلك شان اجتماعي اساسي ننخرط فيه. لكن اريد ان اوجه نداء وان الفت الانتباه لشيء اساسي، حذاري من ان نحدث انتظارات وامال عريضه من خلال هذه البرامج، وعند البلوره الفعليه، ونلاحظ ذلك من خلال ما يحدث عند البلوره الفعليه، سواء تعلق الامر بالتسجيلات في التغطيه الاجتماعيه المختلفه ومختلفي الصفات، او تعلق الامر بما يحدث اليوم بالنسبه للدعم المباشر، او تعلق الامر حتى بملف السكن الذي من دون شك انه سيعطي بعض الغرائب، في كل ذلك نثير الانتباه الى ضروره تفادي ان يتم تغييب مئات الالاف من الاسر من خلال الاعتماد على بعض المقاربات التقنيه او التقنويه او الضيقه التي تجعل بإذنه كل ما يمكن ان يبعد بعض الاسر من الاستفاده الا وسيتم استعماله، وفي ذلك مخاطر حقيقيه بالنسبه للانتظارات التي طرحت في اوساط عديده من شبيه. في كل هذه القضايا، وفي قضايا قيميه اساسيه لا يمكن ان لا اذكرها، وعدد كبير من مناضلاتنا في الحزبين ومن مناضلين ايضا يهتمون بهذا الموضوع، اي موضوع المساواه، وان نناقش مدونه الاسره في هذه القضيه كما في قضايا ستاتي، قانون الجنائي وغير ذلك، وهي قضيه مرتبطه بالعمق بهويتنا. في كل ذلك علينا ان نشتغل بشكل مشترك من اجل ان نحصل على مكتسبات اساسيه وتقدم ملحوظ يغير ملامح المجتمع الذي نعيش فيه. في هذا الاتجاه اريد الاخ ادريس الشكر واريد الاخوات والاخوه ان اؤكد لكم على ارادتنا الصادقه القويه العميقه المرتبطه باقتناع يعود الى عقود من الزمن في ان نعمل بشكل مشترك، وان نضمن شروط النجاح لهذه المبادره. كنت اقول للاخ ادريس البارح في اتصال عبر الهاتف، ومن دون شك انكم لاحظتم ذلك، لقد خالقنا اماكن واوساط عديده تتكلم عن هذه المبادره، وهناك فراغ وفئات مختلفه تنتظر الكثير، ربما اكثر مما يمكن ان نقدم، لكن علينا ان نكون في الموعد. كيف؟ باي طريق؟ لن نتسرع، سننسق، سنجد صيغ مشتركة الكفيلة بأن نتقدم تدريجيا على كافة المستويات. تحية لممثلينا وممثلاتنا في مجلس النواب على وجه الخصوص،
على عملهم المشترك، خاصة في المرحلة الأخيرة كان هناك تقدم. سيستمر هذا العمل بالانفتاح على باقي الأطراف كما سننفتح على باقي الأطراف في مستويات مختلفة، كل حسب ما يمكن أن يقوم به معنا، ذلك ما اتفقنا عليه مع الأخ. وأتمنى من مختلف هيئاتنا الموازية ومنظمات حزبينا وقطاعاته وفروعه وغير ذلك أن تزدهر وأن تكون هناك مبادرات كثيرة مختلفة على مختلف الأوساط، وأن نشجع ذلك من أجل تقوية هذه المقاربة. وأتمنى أن يكون بقدرتنا، بالطبع نعلن عن انفتاحنا على باقي أطراف اليسار وباقي الأطراف التقدمية التي تريد أن تشتغل معنا في هذا الأفق المسؤول الجري ولكن المتزن في نفس الوقت، الذي يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي نحياها والتي تنظر إلى المستقبل، كما سننفتح على كل الأطراف المدنية والجمعوية والنقابية وغير ذلك بما نسميه في التصريح الذي ستستمعون إلى مضامنه من الحركة الاجتماعية في مختلف معانيها. في كل ذلك سنسعى إلى أن يكون لنا حضور مشترك. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.